بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي. سفره معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. كمان احنا لا مش عارفه احفظه خالص مش راكب معايا. كمان احنا هنكون معاكم على اللايف ستريم اللي موجود على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك عشان نستقبل كل تعليقاتكم واسئلتكم. كل سنه واحنا كلنا طيبين وعيد اضحى مبارك على الجميع يا رب. احنا لسه مستمرين، بدانا امبارح في الوصفات اللي تنفع للاعياد، والنهارده مكملين في الوصفات نفسها. النهارده هنعمل حلقه كامله عن الفريك، وهنبدا باول وصفه اللي هي الفريك بالكريمه والبط. البط ممكن يستبدل يبقى لحمه، فراخ، حمام، زي ما انتوا عايزين. كمان ممكن يبقى كبد وقوانص او كبد وكلاوي، كل ده هيمشي. علشان نعمل الفريك محتاجين بطايه غسلناها كويس جدا جدا، شلنا كل الزوايد منها، نقعناها في ميه الحنفيه مع دقيق وملح وخل، وبعد كده شطفناها. عشان اسلقها محتاجه مستكه ولورا وبصل وطماطم وحبهان وزعتر، ملح، فلفل اسود، حصى علشان الشوربه ما تغمقش، اللي ما عندوش يحط مطحون، جزر وكرفس. وبعد كده علشان اعمل الطاجن محتاجه بط مسلوق ومتفصص، ومحتاجة الشوربة بتاعت سلق البط ومتصفية، محتاجة بقدونس وبصل مفروم وفلفل رومي مفروم، ملح وفلفل وحبهان وقرفة، ثوم مفروم وزيت، كريمة لباني أو كريمة الطهي، وفريك أنا سلقاه نص سلقة عشان الوقت، لكن أنتوا مش محتاجين تعملوا كده. يلا بسم الله، مية سخنة على النار. الله 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 الله، مفاجآت. عادي، ميه سخنه على النار، ملح، جزر، بصل، طماطم، كرفس، فلفل حصى او فلفل اسود حب من عند العطار كله، لورا وحبهان، مستكه وزعتر. تمام تمام، ادي حاجه السلق في الميه السخنه اللي على النار. هينزل عليها بسم الله البطايه اللي احنا غسلناها كويس جدا. يبقى ادي اول خطوه. في ناس كتير في العيد ما بتاكلش لحمه، يعني مش بيجي لهم كده نوع من انواع الرفض للفكره وما بياكلوش لحمه. نسيبهم بقى احنا من غير اكل، هنعمل لهم بط؟ لا طب ونعذبهم ليه؟ كل واحد ياكل، اللي عايز يلبس يلبس براحته، واللي عايز ياكل ياكل على مزاجه، يعني مش بالاكراه. هو معلقه زيت هنا او معلقه سمنه بلدي زي ما انتوا عايزين. هناخد معاها بصل، وزي ما قلنا تقدروا تحولوا الوصفه دي بمنتهى السهوله للحمه مسلوقه. ادي البصل، ملح، فلفل، حبهان، كله بودره وكله برده من عند العطار، ثوم، قرفه، ومستكه. مين؟ مرام يا مرام. وابتدي اقلب الكلام ده على النار. ازيك يا تامر؟ ازيك يا مرام؟ مرام ازيك؟ ازيك يا تامر عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا مرام. وحضرتك طيبة، أنا بحبك قوي. أنا كمان بحبك قوي قوي. عايزة تسألي على إيه؟ عايزة أسأل طريقة الباتيه اللي زي نشتريه من بره. حاضر، عينيا. حطيت البصل، مستنية بس إيه؟ يعني عملية تسخن شوية. حطينا معاه الملح والفلفل والقرفة والحبهان والمستكة،
وهنا حطينا كل حاجة السلق مع المية السخنة والبطاية بتاعتنا بعد ما غسلناها طبعا زي ما وضحنا علشان الأمور تبقى مظبوطة. نستنى بس إنه يشد حلو شوية يسخن عشان عايزاه يطرى، وهنزل معاه الفلفل الرومي. يا حسن اللي بيحب الحار يحط حار. ازيك يا حسن؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله يا حسن. اؤمر يا حسن اتفضل. عايز اعرف طريقه الفراخ المشويه. حاضر عينيا، احنا عايزين فراخ المشويه والوصفه اللي قبلها كانت ايه؟ والباتيه. تعالوا بقى نفتح اللايف ستريم لحد ما الدنيا هنا تشد حيلها شويه عشان نشوف الكومنتس والاسئله اللي موجوده عندنا لحد بس ما ده يسخن سنه، لاني محتاجه انه يبقى سخن ساعه ما انزل عليه الفريك. انتوا ممكن تستخدموا فريك منقوع وممكن تستخدموا فريك مسلوق نص سلقه زي ما انتوا عايزين، بس انا عشان الوقت سلقته نص سلقه. هيبقى انا اللايف هنا عندي مش طالع يا دينا، مش عارفه بقى هو شغال بقى وانا مش شايفاه ولا هو مشغل. I don't know. طيب شوفي لنا كده المشكله من عندي ولا من عند مين. نقلب كويس. ممتاز ممتاز ممتاز. سخن، انزل الفريك سواء كان بقى زي ما قلت لكم مسلوق او منقوع زي ما انتوا عايزين. رشه بقدونس البطه دي هتكون اتسرقت وطلع منها اللحم فقط لا غير، الجلد والعظم مش عايزينه، هنحطه مع الفريك. شوربة البط طبعا من الحاجات العالمية، يعني ما ينفعش ان انتوا تستغنوا عنها، فهاخد جزء من شوربة البط واخد عليها شوية من الكريمة السايلة او الكريمة اللباني او كريمة الطهي. اوش اللبن مع لبن كامل الدسم ومعلقة دقيق، ماشي الحال برضو، واقلب وادخل دول في بعضهم كده واسيبه يستوي. عايزين تحطوه في طاجن في الفرن؟ اوكي. انا بالنظر كده محتاجه ملح وفلفل. لما تقعدوا تطبخوا كتير هتلاقوا ان انتوا بالنظر والشم بتقدروا تحددوا طعم الاكل من غير ما تدوقوه. يعني انا في رمضان ما بدقش، خلاص هو الواحد كده بالنظر والشم بيقدر يقول كده الحاجة محتاجة ايه. بس كده واسيب الكلام ده كله ياخد ويدي مع نفسه على النار لحد ما يكمل سواه ونقدمه. تعالوا بقى نشوف الوصفة اللي بعدها ايه، عشان انا عايزة اطلع الحلة تبتدي تسخن لان النار عندي يعني هادية قوي 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 قوي، مش عارفة ليه، لا اعلم. الوصفة اللي بعدها هتكون الفريك اللي باللحمة، صح ولا دي شوربة الفريك؟ شوربة الفريك صح، شوربة الفريك باللحمة. لا خلينا ناخد المقادير عشان ألحق أشوح، عشان البوتاجاز يعني تحسه مريح كده شوية معيد. طب الحمد لله إنها جت على قد كده. شوربة الفريك عندي شوية فريك منقوعين، وعندي جزر مبشور، كوسه مبشوره، كرات مفروم، بصل مفروم، زيت ذره، زبده، مرق الدجاج او لحمه او خضار او بط، لحمه راس العصفور اللي هي ايه، اللي هي اللحمه الصغيره خالص دي، بتلو او ضاني بس متقطعه صغير او بتتقطع كمان ساعات اصغر من كده، قرفه وملح وفلفل. تمام تمام. وهستلف حبهان ومستكه من الوصفه اللي قبلها، بحب انا الشوربه بالحبهان والمستكه قوي الصراحه. نقول بسم الله وناخد هنا زبده، ناخد معاها زيت يا جنى،
الو، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. امور يا جنى؟ انا عايز طريقه البسبوسه بالكريمه. الايه اللي بالكريمه؟ بسبوسه. بسبوسه بالكريمه؟ حاضر، نزلوا لنا طريقه البسبوسه بالقشطه لو سمحتوا. حطينا زبده وزيت، نزلنا اللحمه، نتبل بقى اللحمه، حبهان مستكه، ملح، فلفل اسود، نقطه قرفه على طرف المعلقه، وكده اسيبها لحد ما تتشوح تماما وتديني الايه الطعم والريحه اللي انا عايزاه. وقت ما عايزين تطلعوا فاصل انا جاهزه اهي، يلا بينا. هفضل اشوح فيه اللحمه لحد ما تقريبا تستوي خالص وتاخد لون لطيف، لحد ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا لنا. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا الناس بتجري كده والناس بتجري كده. شكرا يا شباب، تسلم ايديكم. هنتواصل معاكم على اللايف اول ما يشتغل، لانه واضح ان في حاجه مش شغال. هنا انا ما عملتش اي حاجه خالص غير اني خدت معلقه زيت عليها اللحمه ونزلت عليها التوابل، ملح وفلفل وقرفه وحبهان ومستكه، لحد ما استوت زي ما انتم شايفين كده. والميه دي كل الطعم والعصاره بتاعه اللحمه، او واخده بقى البصل عشان يشرب كل الايه النكهات دي. ادي البصل المفروم، احنا كده بنعمل شوربه الفريك باللحمه. اللحمه دي ممكن تبقى ضاني او تبقى كندوز. واخد الكرات، الجزر المبشور، كله مبشور ناعم خالص او مفروم ناعم خالص، واللايف اشتغل وهنخش عليه حالا. وادي الكوسه المفرومه علشان ندي للشوربه دي نكهات متنوعة وكمان فايدة كبيرة. نقلب تقليبة واحدة ونقوم منزلين الشوربة، شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة بط، مية سخنة لان انا اصلا عندي لحمة، زي ما انتوا عايزين مفيش اي مشاكل. شوية الفريك المسلوقين، بالنسبة لي انا مسلوقين، بالنسبة لكم انتوا ممكن يبقوا منقوعين، بس انا بس عشان الوقت. وانزل بشوية المية السخنة ويبقى عندنا أحلى شوربة. طيب أنا مش عايزاها شوربة يا أميرة، يبقى هنحط سائل قليل ونسويه ونفلفله، فيبقى زي الإيه لحمة مفلفلة بالخضار والفريك، مفيش مشكلة خالص يا مدام نادية. اتاكدت دلوقتي ان انت بتحبيني، ايه رايك بقى؟ لا طبعا، لا هو انت كنت حضرتك لسه شاكه في الموضوع ده كتير بالفريك. اه انا بحبه قوي، انا بحب الفريك جدا، انا كمان بحبه قوي ومش واخد حقه. تسلميلي يا فله. تسلميلي، كل سنه وحضرتك طيبه. يعني اسميكي فله؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله عليكي، ربنا يزيدك من نعيمه يا رب يا حبيبتي. اللهم امين يا رب. والله يا اميره انت تستاهلي كل خير. الله يسعدك يا حبيبتي. ومجتهده ونظيفه وجميله وممتعه بكل شيء. ربنا يخليكي يا مدام ناديه، كل سنه وحضرتك طيبه. انا طالبين من البصل. واموريني. البصل المحشي والبصل اللي انا ما اعرفش اسمه، هو ليه اسم اللي هو المقرمش ده، اللي بتقلي الاونيون رينجز. نعم الاونيون رينجز اللي بتتقلي وتطلع زي الكاليماري. أيوة كده. ايوه زي اللي شبه الجمبري الايوه. عيني عيني عيني. يبقى اونيون رينجز يا دينا. و طلب مدام ناديه الثاني كان ايه؟ هنفتكر دلوقتي. قالت حاجه ثانيه، قالت ايه يا دينا؟ مدام ناديه طلبت ايه ثاني؟ مدام ناديه طلبت ايه تاني؟ قالت الاونيون رينجز. ومحشي البصل يا دينا، محشي البصل يا دينا. خليكوا بس معايا في الحاجات دي عشان تتكتب لو سمحتوا. طيب اوكي، تعالوا بقى نعمل. بصوا هي اسمها فته بس احنا مش حاطين لها عيش. اللي حابب يحط الاول طبقه من العيش المحمص البلدي اوكي، بس احنا لقينا انه الموضوع يعني غني قوي فقلت كفايه كده.
هعمل فخده بالفريك والفواكه المجففه والمكسرات. عندي فخده مسلوقه. اتسلقت ازاي؟ نفس اللي عملناه للبط بالظبط، بصل وطماطم وكرفس وكرات وليمون وخل، حبهان ومستكة ولورا وقرفة وقرنفل، زعتر وروز ميري وملح وفلفل. ادي دول ادوات سلق الفخدة. بعد كده عشان نعمل الفريك، عندي فريك يا اما يكون مسلوق نص سلقة يا اما يكون منقوع بس. هستخدم له ايه؟ هستخدم له زيت وطماطم وفلفل رومي وبصل وملح وفلفل وحبهان وقرفه وزعتر وروز ميري فريش. للوش بتاع الفخده بعد ما تتسلق وتتصفى، عندي زيت وعندي صلصه، ثوم، حبهان وقرفه، عسل ابيض وصويا صوص. للتقديم عندي فواكه مجففه متبقيه عندنا من رمضان، تين وقراصيا ومشمش، وعندي شويه لوز وشويه فستق للتقديم. اي حاجه من دول مش موجوده نستبدلها باي حاجه موجوده، مفيش اي مشكله خالص. نعمل ايه بقى؟ اول حاجه نجهز حاجه السلق. ميه سخنه بتغلي على النار، هحط فيها بصلايه، طماطمايه، بما ان ده ضاني فبحط ليمون متقطع، وبحط خل ابيض عشان ده ضاني، بحط قرفه عيدان، زعتر وروز ميري فريش، واحدتين ثلاثه من القرنفل الصحيح، مستكه، حبهان ولورا، كرفس، كرات، جزر. واقوم واخده الفخده منزلاها على الكلام ده. يا نرمين يا نرمين، كل سنة وانتي طيبة وانتي بالصحة والسلامة. عيد سعيد علينا وعليكو. علينا وعلى كل الناس يا رب. اللهم امين. وحشتيني جدا يا اميرة. انتي كمان يا حبيبتي. وانتي استاذة فريك انا بحبه وانا بعشقه بصراحة. بحبه وهو مش واخد حقه الصراحة، مع انه في صعيد مصر يعني حاجة اساسية. اكيد ده ممكن اقدم اهداء. طبعا ربنا يخليكي. بقول لماما حبيبتي كل سنة وانتي طيبة ومنورة حياتي، وربنا يخليكي ليا. أمين يا رب. وأنا بضم صوتي لصوتك، وكل سنة وهي طيبة وربنا يديها الصحة وطولة العمر ويخليها لك يا حبيبتي ويحفظك. الشوربة الفريك خلصت على فكرة وريحتها رائعة. أول حاجة عملناها جهزنا المية لسلق الفخدة. الفخده دي اتغسلت كويس جدا جدا واتنقعت بالميه والدقيق والخل واتشطفت. قبل ما انزلها في الميه بجيب سكينه. اللهم الصبر من عندك يا رب. مش معقول اسيب العيال في البيت تجيب كوينه وانتي كمان. بارك الله فيكي. دقيقتين وهنطلعها. هجيب بقى ايه؟ سكينه، وابتدي اشرح الفخده دي كده عشان تاخد مني الاطعم والتسويه مظبوط. والناحيه التانيه يا شهد عشان انزلها في ميه السلق. شهد يا شهد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهد كلميني تاني يا شهد. وانزل هنا عشان نسلق. والفراخ المشوية اللي طلبت مننا موجودة على الشاشة. يبقى خلصنا أول خطوتين، خطوة السلق صح كده؟ أول خطوة واحدة مش خطوتين، أول خطوة واحدة، خطوة السلق بس. هعمل إيه بقى هنا؟ هجيب بولة نظيفة أحط فيها معلقة زيت. نركز مع بعض بهدوء. أول حاجة عملناها غسلنا الفخدة كويس جدا ونزلناها في المية للسلق. تاني حاجة هجيب بولة نظيفة هحط فيها معلقة زيت محترمة، معلقة زيت كبيرة، زيت ذرة. وأحط هنا خلينا بقى نركز في الوصفات وبعدين نبقى ننزل الوصفات ممكن، علشان بس خايفة الناس تتلخبط عشان في كذا خطوة. شكرا، تسلم إيديكو. هنا معلقة زيت، ملح، فلفل أسود، حبهان مطحون، قرفة مطحونة، ثوم مفروم او بودره، صلصه طماطم،
عسل ابيض، صويا صوص. ادي تاني خطوه بعد ما عملنا ايه، بعد ما سلقنا الفخده سلقه كامله وحطيناها هنا في صاج للفرن، ورق لورا لازق عليها اهي. اقوم واخده الخليط اللي انا عملته ده مقلباه كويس قوي قوي، وابتدي ادهن بيه الفخده بتاعتي، واقلب الناحيه الثانيه، واخد تاني وادهن الفخده، واقلب مره اخيره، واخد بقيه الخلطه. كويس كويس جدا. دي هيحصل فيها ايه؟ دي هتخش الايه، الفرن. قبل ما تطلعوا فاصل ابدا بس احط الفريك على النار هنا كده، اجهز له حاجته وتطلعوا فاصل بقى وبراحتكم انتوا. اول حاجه هحطها هتكون البصل. ايه شفت شفت، هتقولي بس الله مفرومة، معلش نزلتها في المكان الغلط. يا إيفا. ايك يا أميرة، كل سنة وانت طيبة حبيبتي. وحضرتك طيبة وبالصحة والسلام. ايك يا إيفا، عليكم بألف خير. علينا وعليكوا وعلى الناس أجمعين يا رب. على أولادك وعكست كله يا رب. حبيبتي علينا وعليكوا يا رب. ميرسي أميرة. نعم عيني. بصي أنا عملت الأيس كريم بنص لتر كريمه رباني زي ما عملتي، ولبن وعلبه لبن مكثف محل. ايوه اوكي. ايوه وطلع حلو. بس لما اجي اخد منه من العلبه جامد جدا، جامد مش عارفه اطلع منه. خلاص عرفت انا ايه اللي حصل. حضرتك ما شدتيهوش لفوق وانت بتعمليه صح؟ لا شديت زي ما انت قلتي لحد ما عمل الرابط ده. حلو قوي. العلبه وزنها قد ايه؟ العلبه لا على قد على قد بالظبط الايس كريم، ومقفوله حلوه قوي. لا قصدي علبه اللبن المكثف المحلى. الصغيره، العلبه الصغيره. عشان كده حضرتك استخدمتي نص لتر كريمه، يبقى يبقى ربع كيلو او 250 جرام يعني من اللبن المكثف المحلى. الصغيره دي قد ايه؟ لا الصغيره دي هتبقى اصغر بكتير، هتلاقي حضرتك مكتوب عليها. أوكي. هي دي بس ليه؟ لان ده اللي بيخليه يبقى سوفت. اوكي. السؤال الثاني، لو بالشوكولاته عايزه اعمل ايس كريم شوكولاته هتحطي كاكاو خام على على بودره الكريم شانتيه. طب قد ايه احط؟ كم معلقه كاكاو خام؟ اتنين او تلاته. بس انا ما حطيتش بودره كريم شانتيه، انا ما حطيتش. مش مهم، كريمه لباني وعليها كاكاو خام. وما احطش لبن مكثف؟ لا هتحطي لبن مكثف. هتحطي لبن مكثف. وكم معلقه كاكاو؟ قصدي ها اللي قلتي لي عليه نسيت. كاكاو خام. كاكاو خام. كم معلقه؟ معلقتين او ثلاثه كبار. اوكي. جربيه بقى وكلميني. طيب اول حاجه بس معلش انا اسفه لانه انا نزلت البصل في الحله الغلط، سامحوني. هنا في معلقه زيت اهي، عليها بصل، ملح، فلفل اسود، البصل اللي ريمون جابهولي، قرفه، حبهان. مفيش حد بيعمل حاجه لله خالص كده. لا طيب ماشي. فلفل رومي. ايوه ايوه صح صح، المفروض صح صح معاكوا شويه صح، عندك حق. يبقى هنا معلقه زيت، بصل مفروم، فلفل رومي مفروم، ملح وفلفل، قرفه وحبهان، وبعدين هقوم منزله الطماطم المفرومه، الفريك. خلوا بالكم ان انا سلقه الفريك نص سلقه، انتوا بالنسبه لكم في البيت ممكن يبقى منقوع، بس انزل الفريك المسلوق بتاعي هنا. وبما اني انا سلقه الفريك فده معناه ان انا مش محتاجه سائل كتير لانه اصلا مسلوق، فانا هدوب كده او هقلب كده كله مع بعضه
وحديله شوية شوربة أو مية صغيرين جدا جدا، يدوبك بس يدخلوا لي الخضار جوه الفريك ويسووه لي مع بعضه. خرجنا الفريك اللي بالبط من الفرن، شوربة الفريك خلصت وهقدمها، دخلنا الفخدة الفرن علشان تتحمر. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل إن شاء الله نكمل بقية وصفاتنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يعني انا سعيده جدا ان احنا لحقنا ان احنا نخلص حاجاتنا كلها بالراحه كده وبهدوء. لحد دلوقتي عملنا الفريك اللي بالبط والكريمه، هيعجبكم جدا جدا. وعملنا الفريك اللي بالخضار وعملنا له الفخده اللي هنطلعها دلوقتي من الفرن نوريكم شكلها عامل ازاي. وخلوا بالكم انها بتاخد مده سلق مش قليله، يعني هو لو المرعى حلو والفخده صغيره يعني الخروف صغير، الحقيقه ان هي ممكن تاخد نقول ساعتين، نقول ساعتين ونص ثلاثه. لو المرعى بتاعها مش قد كده او ال اسمه ايه ده، ممكن يا جماعه تسيبوني اركز في الشغل، بتضيعوا الكلام من دماغي. او المرعى بتاعها او سنها كبير، هتلاقوا ان بيضايقوني، هتلاقوا ان التسويه بتاعتها بتاخد وقت اطول. تعالوا بقى ايه ناخد الفريك ده هناك عشان انا مش هقدر اوسخ الدنيا هنا. ده الفريك اللي احنا عملناه بالخضار قبل ما نطلع الفاصل، وطبعا مده التسويه قليله علشان الفريك عندي مسلوق، لكن انتوا طبعا في البيت هياخد منكم وقت اطول من كده. ودي الفخده اللي احنا اديناها الجليز بتاعها، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخلناها الفرن. وهناخد دلوقتي على طاسة على النار المكسرات والفواكه المجففة علشان نديها تحميصة قبل ما نحطها على الكلام ده. يا شهد شهد يا شهد شهد يا شهد، كلميني تاني يا شهد. كده الفخدة خلاص، هجيب لها بقى المكسرات والفاكهة المجففة بتاعتها. الشوربة كمان عملناها، شوربة الفريك واللحمة، وقدمناها برضو من الحاجات اللطيفة جدا. اخد بقى معايا اشيائي اهو، خلاص انا خلصت وماشي خلاص. اخد هنا، قلت اخد حاجاتي كلها مره واحده بدل ما افضل رايحه جايه وتفضلوا تقولوا لي خيلتينا. معلقه زيت، وهاخد القراصية والمشمش والتين واللوز والفستق. يا روتانا، روتانا ايوه، ازيك يا روتانا؟ الو، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. اموري ازيك يا شيف اميره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا كويسه، انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. اموري يا حبيبتي، عايز تسالي على ايه؟ ممكن عايزه اعرف طريقه المكرونه بشاميل. حاضر، عينيا. مكرونه بشاميل يا دينا لو سمحتي. عايزين بقى تحطوا زي ما قلت لكم كده الله العيش المحمص من تحت، ممكن لو عايزينها تبقى فته بعيش يعني. لطيفه قوي شكلها، صح؟ كده ما فضلناش غير السلطة. هل اللايف اشتغل؟ هل؟ ما زمان هما ما شاء الله المسجات في ساعتها بيبقوا أرقام فلكية ما شاء الله. طيب أستاذ عبد الجبار، شكرا جدا لحضرتك،
وردة البنفسج بشكرك جدا جدا. حرم أستاذ ناجي بشكرك جدا على ذوقك. وردة البنفسج عايزة تتبيلة للشوي، هتحطي فيه الكبة بصل وتوم وطماطم، هتحطي كاتشب ومستردة، هتحطي زبادي، وبعدين التوابل هتكون ملح وفلفل وحبهان ومستكة ولورة قرفة وزعتر وروزميري، تضربيهم كويس جدا في الكبة وبعدين تسوي بيهم تتبلي بيهم اللحمة أو الفراخ للشوي. مرام اعتقد عادل بشكرك جدا جدا. خديجة بتقولي عايزة طريقة الرز بلبن، وتقولي لأسيا أختي كل سنة وانتي طيبة عشان عيد ميلادها كان امبارح، كل سنة وانتي طيبة يا أسيا عقبال مليون سنة، ونزلي لها بعد إذنك يا دينا الرز بلبن. خديجة وانتي طيبة وبالصحة والسلامة. ريهام ممكن تفتحي الفخدة من جوه؟ مش فاهمة السؤال، عايزة تشوفيها من جوه يعني ولا ايه؟ نفتحها لك من جوه من عيني. يا سلام، مش عايزه بس ابوظ منظرها، لكن ادي الفخده من جوه اهو من غير ما نبوظ منظرها من الجنب كده. هدى شكرا جدا. عيشه وانتي طيبه وبالصحه والسلامه. على الاء انا كمان بحبك جدا. عاليه عايزه طريقه الكباب الحله يا دينا لو سمحتي. دعاء انا كمان بحبك قوي. عبير وانتي طيبه وبالصحه والسلامه. استاذ بشار وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه. مريهان وسعاد، سعاد بتقولي الكباب حله بتطلع ناشفه، زودي ميه خفيف سخنه. مرام هعملك الفطير المشلتت بعد العيد حاضر. نغم ومنار وشيماء والاء وانتوا طيبين وبالصحه والسلامه. مين معانا على التليفون؟ يا جنة، جنة يا جنة. الو، ازيك يا جنة؟ جنة. يا جنة ازيك يا جنة؟ الحمد لله. اموري حبيبتي اتفضلي. عايزة طريقة الرقاق بالدقيق الاسمر. بالدقيق الاسمر؟ اه. طيب ماشي حاضر. عينيا. ايه ده بجد؟ ايه ده، خدتني على غفلة، على فجأة. انت خدتني على فجأة. طيب ماشي. لا نطلع فاصل، انا ما عنديش غير السلطه، فلو انت عايز تطلع فاصل نطلع فاصل، انا مش مشكله. لا خلينا نطلع فاصل ونرجع نقول المقادير عشان الناس ما تتلخبطش ونعملها على طول. هنطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. مش قادره اعلق والله، مش مش لاقي حاجة أقولها والله، يعني معلش، قدر الله ما شاء فعل. طيب عملنا شوربة الفريك باللحمة، تقدروا تستخدموا فيها لحمة كندوز أو لحمة ضاني، اللي مش عايز يحط لحمة عايز يحط فراخ، عايز يحط بط، عايز يحط حمام، ماشي الحال. نفس الكلام ينطبق على طاجن الفريك اللي بالكريمة والبط، برضو ممكن تستبدلوه بأي نوع من الدواجن أو اللحوم أو الفراخ أنتوا حابينها. عملنا الطبق الرئيسي كان فتة الفريك مع الفخدة الضاني، ووريناكم كل المراحل بتاعتها وبعدين زيناها بطريقة لطيفة جدا جدا إن شاء الله تعجبكم. بعد كده عندنا سلطة الفريك، المقادير كالآتي. ده بقى فريك مسلوق، لازم يكون مسلوق سواء عندي أو عندكم، بنقطة ملح وجرجير، طماطم تشاري متقطعة نصاص أو طماطم عادية متقطعة مكعبات صغيرة، بصل مفروم، أنا مستخدمة بصل أحمر بحبه قوي في السلطة عشان بيبقى مسكر، فلفل ألوان أصفر وأخضر وأحمر مفرومين، أنا مش حاطة فلفل حار، اللي بيحبه ممكن يزود، ثوم مفروم وبقدونس وزيت زيتون وملح وفلفل وجرجير وعصير ليمون. هجيب بقى الزيتون، زيت الزيتون، واجي علشان نشتغل. مين معانا على التليفون يا أستاذي؟ يا علي. ازيك يا علي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. امر يا علي. ممكن بيتزا؟ عينيا، نزلوا لنا طريقه البيتزا لعلي لو سمحتوا. ملح وفلفل، ثوم مفروم، عصير ليمون، زيت زيتون، اقلب الاول كويس قوي، انزل البصل،
اقلب واغطي البوله واسيبها 10 دقائق زي ما احنا متعودين ومتعلمين مع بعض، وبعدين افتح عليها انزل الطماطم اقلب اغطي اسيبها 10 دقائق تانيين وبعدين ابتدي اكمل. لو الفريك دافي هيديكوا نتيجه احسن لانه هيشرب التتبيله اسرع. شويه بقدونس او شبت او كزبره زي ما انتوا عايزين، بس ده بقدونس، وفلفل رومي، وجرجير هقطعه بايديا يا شيماء. الو، ازيك يا شيماء؟ الو شيماء، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وانتي طيبه وبالصحه والسلامه يا حبيبتي. كل اللي حضرتك بتعملي والله تحفه يعني. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده من ذوقك، اموري. بس ممكن بس طريقه البيتزا بس يعني كلها؟ عينيا. طيب مبدئيا كده انا هقول طريقه البيتزا والمقادير، بس الناس اللي عايزه التفاصيل على اليوتيوب هتلاقوا حلقات كتير جدا مخصصه للبيتزا بكل التكات والنصايح وكل الحاجات اللي هتحتاجوها. نزلي لنا طريقه البيتزا لو سمحتي يا دينا. وادي يا جماعه السلطه اللي بالفريك، حلقه فريك متكامله اهي، علشان الناس اللي ما بتبقاش عارفة تستخدم الفريك في ايه. الفريك مفيد جدا جدا، هاتوا بس اهم حاجة نوع يكون نظيف مش محتاج يتنقى، علشان لو في حصى او رملة بيبوظ ايه الاكلة كلها، لكن هو من الحاجات المفيدة جدا جدا، طعمه حلو ومغذي ومشبع جدا جدا، وبيمشي مع اي حاجة، سمك، لحمة، فراخ، بط، حمام، خضار، فلطيف قوي الصراحة. أنا كده الحمد لله. الحمد لله. البيتزا معاكم على الشاشة. أودي بقى السلطة هناك وأنظف الترابيزة عندي. أهو كده. نعمل كده بس إيه، ناخد مسحة عشان يبقى ضميرنا إيه مرتاح. ودي السلطه هناك. وقتنا ايه يا استاذي؟ سلطه الفريك بالخضار، مكرونه البشاميل معاكم على الشاشه، شوربه الفريك باللحمه، فتت الفريك بالفخده الضاني والمكسرات والفاكهه المجففه، طاجن الفريك بالكريمه والبط. دي كانت وصفات وافكار النهارده، ولسه مكملين معاكم ان شاء الله لحد رابع يوم العيد على الهواء مباشره، لو ربنا اعطانا العمر والصحه ان شاء الله نقدر نقدم لكم انا وزمايلي واساتذتي قدام الكاميرا وورا الكاميرا كل الافكار وكل الحاجات اللي ممكن تفيدكم وتستمتعوا بيها، وحتى تتسلوا حتى لو مش ناويين تطبخوا. ايه الاخبار الوقت يا حبايبي؟ خلاص كده على طول. والله فعلا. طيب نور وبصبص وامل وماهن وروكا وعنايات وايمي، بشكركم جدا جدا جدا. ايمي بتقول لي البيتزا مش بتخمر معايا، ايه السبب؟ مع اني بدفي المكان. غيري نوع الخميره واختبريها الاول يا ايمي. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعه، وبشكركم جدا على التفاعل على التليفون وعلى السوشيال ميديا، وبتمنى طبعا انكم تتابعونا يوميا من 4 ل 5 على الهواء، والاعاده الساعه 10:30 بالليل. استنونا.